إلى ذلك استنكر وزير الدولة الإماراتي لشؤون الخارجية الدكتور أنور قرقاش منع النظام القطري لشعبه من أداء فريضة الحج المقدسة. وأشار قرقاش في سلسلة تغريدات على موقع التواصل الاجتماعي تويتر إلى أن فهم توجه النظام القطري بمنع مواطنيه من الحج يبقى صعبا مهما كانت الأسباب. وشدد قرقاش على أن هذا التوجه يعد استمرار لمسلسل الارتباك والتخبط في إدارة الأزمة، ويعكس عدم ثقة من النظام بمواطنيه، كما يؤكد على أن ما يريده المواطن القطري بعيد عن تأزيم الأوضاع. وأكد قرقاش أن النظام القطري ينتهك حرية مواطنيه ويمنع عنهم ممارسة فريضة مقدسة في تسييس واضح لهذه الفريضة.